ازيكم؟ مشاركة بسيطة واجتماع صغير. بولس قال آية حلوة، قال أخشى أن الحياة تفسد أذهانكم عن إيه؟ تعبير لذيذ، البساطة. تعرفوها؟ تعرفين البساطة التي في المسيح؟ في حاجة اسمها البساطة التي في المسيح، في حاجة اسمها البساطة التي في الملكوت. إنه الدنيا بسيطة على قد ما هي عميقة، على قد ما هي حقيقية، على قد ما هي جادة، على قد ما هي مليانة صلوات وسلطان، على قد ما هي بسيطة. هي شعب بيعبد الخالق اللي بقى ليه دخول في هذا المكان بسبب يسوع المسيح، والسلطان اللي بيسكبه هذا الخالق على شعبه أنه بيحب هذا الشعب، فبيسكب نعمة، بيسكب حضور، بيسكب قوة، بيسكب سلطان، بيسكب إن العلاقة ما بقتش قال لا أدعوكم فيما بعد إيه عبيد، بل إيه أحباء. الموضوع ما بقاش بقى بعد العبد اللي بيحاول يرضي، أو اللي بيحاول يرضي هذا الإله، لكن الفدا فتح علاقة مختلفة خالص، بسيطة جدا، اسمها محبة. المحبة بسيطة جدا، المحبة مش مركبة، محبة بسيطة جدا، لأنها بسيطة. هي 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 سهمين متحركين في الاتجاهين، سهم خارج من قلبك لمن تحبه، وسهم خارج من من تحبه ليك. لو في حاجة مشوهة في الاتجاهين دول يبقى في حاجة غلط في المحبة. لو في سهم واحد ومفيش حاجة راجعة في حاجة غلط. لو في فالمحبة بسيطة على قد ما هي عميقة، على قد ما هي جادة، على قد ما هي قوية. المحبة قوية جدا، بس على قد ما هي بسيطة، هي واضحة، هي ما فيهاش. فالعلاقة الحقيقي في الآخر هي في منتهى البساطة، هي قلبية، هي قلبك وقلب الله. عشان كده غمر ينادي غمر، العمق ينادي عمق، هي قلب ينادي قلب عند صوت شلالات. يعني بننسكب من هذا الإله الغير محدود شلالات من المحبة ومن النعمة. عشان كده لا تصدق. معقولة هي كده؟ معقولة هي بالبساطة دي؟ معقولة هي محبة كده أبدية؟ معقولة هي كده بمنتهى البساطة أنه بيحب للآخر للدرجة دي؟ أو ما هم ما فيش حاجة تاني غير كده. أي حاجة تانية بتحولك إلى عبد وبتحولني إلى عبد. الحاجة الوحيدة اللي بتطلقنا لا أدعوكم فيما بعد عبيد بل أحباء. كلكم عارفين الآية في يوحنا، ببساطة بتعلن ده، إنه مستوى العلاقة بيتغير ما بينك وبين الله أبوك. وإن البساطة التي في المسيح اللي بولس بيقولها بكل وضوح، أخشى أن الحية تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح، لأني خطبتكم كعذراء عفيفة. بيرجع تاني للحب، يعني زي قلب ما بيحبش غير الخالق ده، زي قلب عذراء لم تحب آخر، زي قلب بيتفتح لمحبة، وهي دي المحبة بتاعته. لأني خطبتكم كعذراء عفيفة للمسيح يسوع. ففي حاجة حقيقية في المحبة ما بينك وبين الرب بتحسم الموضوع، بتخلي القصة سلسة. ما بقاش في أسئلة في السلطان، ما بقاش في أسئلة في ربنا عايز يعمل ولا مش عايز يعمل، ما بقاش في أسئلة طب هيحصل إيه ولا مش هيحصل إيه، ما بقاش في أسئلة. لو العلاقة ما بين قلبي وما بين الله تحولت إلى علاقة المحبة، مش عبودية، مش بحاول أكسب نقط، مش بحاول أعمل حاجة، لكن هي محبة. دي البساطة ودي القوة اللي فيها. قوة العلاقة هي في بساطتها. لما العلاقات بتبقى مش قوية، الناس تحاول تعمل لها تركيبات عشان دليل إن العلاقة مش قوية إنها مركبة، دليل إن العلاقة قوية إنها بسيطة. أوكي، مش مهم. متى 11
عدد 10 الرب يسوع بيتكلم عن يوحنا المعمدان، هذا هو الذي كتب عنه: أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. حق أقول لكم لم يكن بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. لم يكن بين المولودين من النساء ده العهد القديم أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. الآية دي قوية جدا. لم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في الملكوت أعظم منه. من أيام يوحنا إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. حقف هنا. بص الآيات دي فيها معاني كتيرة رايحة في اتجاهات كتيرة. ففي هو يعني لو خدنا التعبير إنه إحنا أنا قريت ثلاث آيات كل آية رايحة في اتجاه أو بتاخدنا ممكن الاتجاه. هبتدي من ورا لقدام. جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا إيه؟ تنبأوا. كلكم عارفين التعبير ده، أنا بس برجع النهاردة بمشاركة بسيطة للبساطة بتاعت الرب والملكوت ونصلي. القصة كلها لغاية يوحنا اللي هو أعظم حد من العهد القديم، القصة كلها أنهم تنبأوا. نقطة، تنبأوا عن الملكوت اللي فيه الأصغر أعظم من يوحنا. بصوا احنا صعب كتير نستوعب البساطة بتاعت الحق ده، حتى لو سمعته تقول انا امين مصدق. كل الانبياء لغاية يوحنا تنبأوا عن الملكوت اللي فيه الاصغر اعظم من يوحنا، اللي هو اعظم من كان في العهد القديم. كل العهد القديم تنبأوا. إذن في المسيح إيه اللي حصل؟ يسوع على الصليب قال قد أكمل. يعني إيه؟ أكمل الناموس، ده التعبير اللاهوتي اللي إحنا بنقوله التقليدي، الرد التقليدي بس في حاجة تانية، هو أكمل النبوات. هتقولي لي لا أقولك بس أنت مصدق اللي أنت بتقوله ده. هو أكمل النبوات اللي تنبأوا بيها عن مجيئه بس، ولا أكمل كل النبوات اللي تنبأوا بيها كلها في العهد القديم؟ لو الإجابة هي التانية، ودي الإجابة الصحيحة بالمناسبة، ما حدش منكم هو مش أكمل بس نبوات المجيء، هو أكمل كل النبوات اللي في العهد القديم. لو هو أكمل كل النبوات اللي هي في العهد القديم، فالآية دي مظبوطة جدا. الجميع من الأنبياء والناموس إلى يوحنا عملوا إيه؟ تنبأوا لغاية لما جاء يسوع اللي فيه كل النبوات بما تشملها كل السلطان، كل الملكوت، كل الوعود، كل الانتصارات، كل الاستخدام، كل القيمة، كل المعنى، كل الجسد، كل كل أمور. جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا لغاية لما جاء يسوع. لو جاز التعبير كأنه خلاص مفيش نبوات تاني، لو جاز التعبير ليه؟ الأمر ما بقاش تحول، طبعا هي مش كده، الأمر تحول من نبوات إلى تحقيق، لأن في واحد دفع ثمن النبوات إنها تحصل. في واحد دفع ثمن النبوات إنها تحصل. اللي تنبأ روح القدس، اللي تنبأ من خلال الأنبياء في العهد القديم، هو اللي بيحقق النبوة اللي هو تنبأ بيها. فهو قال هيحصل من جلدته هيحصل شفاء، أشعيا قال من في ملكوت بينفجر عليه مجد الرب يرى عليه، قال.
والنبوة اللي هو بيقولها مش أشعيا اللي بيتنبأ ده من أنبياء العهد القديم اللي هو إيه الأصغر في الملكوت أعظم من أنبياء العهد القديم. فجميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا نقطة لغاية لما جاء الملكوت، والملكوت الأصغر فيه أعظم من أعظم الأنبياء والناموس إلى يوحنا، لأن دول تنبأوا بس دول بيدوقوا حقيقة النبوات دي في المسيح يسوع. أنا النهاردة بسيط، أنا واخد بريك، أنا في أجازة النهاردة مش باخد، لأني بحكي لكم عن البساطة فانا مش بخدم انا فالنهارده بسيط يعني بس البساطه دي صدقني قويه جدا. البساطه دي هي الحقيقه اللي هنقف بيها ونخدم الرب وهنصلي بعد دقايق. فالنهارده في بساطه جدا، بس ادراكك للبساطه دي بنتعود على الوعظات، يعني نتعود على وعظه في بساطة في المسيح، في حاجة ان قلبي واقف قدام الرب. والقصة النهاردة مش بدور على وعد يحصل او نبوة تتحقق، انا في المسيح اللي ساكن فيا، الله الساكن فيا وانا مستخبي فيه، تحقيق كل النبوات. ليه؟ لانه هو اللي قال وهو اللي دفع ثمن تحقيقها. والانبياء كلهم، الانبياء والناموس الى يوحنا، كان كل اللي عندهم انهم يتنبأوا لغاية لما جاء كان بيحصل معهم حبة حاجات. فاكرين كان بيحصل شفاءات؟ في شفاءات في العهد القديم؟ في معجزات في العهد القديم؟ دي كلها طعم بيدوقهم طعم العهد الجديد. لما يحصل انقاذات لداود من الملك شاول، ده بيدوقنا طعم انقاذات الملكوت اللي اعظم من انقاذات داود من الملك شاول. لما نتكلم في العهد القديم عن واستراحت الارض، ليه؟ لانهم صلوا مش عارفين، واستراحت الارض 40 سنه. كلكم عارفين رقم 40 في العهد القديم بيرمز الى رقم مرحله كامله، عشان يقول ان في العهد الجديد في اعظم، لان بيدوقهم طعم بيحصل كطبيعي في العهد الجديد. لان كل العهد القديم ده نبوه وطعم للموسم اللي اسمه عهد جديد في المسيح يسوع. عشان كده بقول تعبير معظمكم سمعني كتير بقوله كتير، انه كتير مؤمنين في العهد الجديد عايشين لسه في العهد القديم منتظرين تحقيق النبوات. لما تتعامل مع حاجه انها لسه هتحصل بتقعد تستنى، لما تتعامل مع حاجه انها اوريدي حصلت فبتستخبى في الرب اللي بالفعل عملها فبتحصل. في العهد القديم كانوا بيتمشوا لأرض الموعد، في العهد الجديد الموعد جه، انت بتستخبى فيه، وانت بتستخبى فيه بيزداد بركات هذا الموعد في حياتك. جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا نقطة. ليه؟ لأنه خلاص قصة انه نبوة ان شاء الله هتحصل اتحسمت في الواحد يسوع المسيح. خليني اسالك سؤال انت عارف اجابته وانا عارف انك عارف اجابته، بس انا بحكيك على البساطه التي في المسيح. هو ان شاء الله حضرتك هتاخد حياه ابديه؟ الاجابه لا، مش كده؟ ليه؟ لان الحياه الابديه فين؟ جواك. اذا الماكسيمم بتاع ربنا فين؟ مش هو الماكسيمم بتاع ربنا حياه ابديه؟ يعني لو جاز التعبير ده، الماكسيمم بتاع ربنا هو المكسب بتاع ربنا حياة أبدية. المكسب بتاع ربنا اوريدي الوديعة بتاعته موجودة جواك، حياة أبدية موجودة جواك. انت موجود في قشرة لسه اللي هتخلعها في يوم من الأيام، بس في حاجة جواك مكملة، مش مكملة إلى 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 حاجة غلط، مكملة إلى حياة أبدية ملتصقة بالرب. لأنك من هنا أنت ملتصق بالرب، فأنت مش غريب عن الرب من هنا، وبالتالي لما تخلع القشرة البرانية دي ما بتبقاش غريب عن الرب. في ناس بتعيش غريبة عن الرب وهي هنا، فبتكمل غريبة عن الرب بعد ما تخلع ده. في ناس بتعيش قريبة من الرب وهي هنا، فبتكمل قريبة من الرب بعد ما تخلع ده. أخشى أن الحياة تفسد أسهلنا عن إيه؟ في بساطة في الملكوت قوية وجميلة جدا اللي بتخليك تلقائي مع الرب، بسيط جدا مع الرب، بس ده مش بيلغي العمق ولا القوة الموجودة في البساطة بتاعت الإدراك ده وبتاعت العلاقة دي بتاعت المحبة دي.
فكل القصص بيقول لك الناموس، الانبياء والناموس الى يوحنا عدد 13. انا قلت لك ثلاث ايات بساط، جميع الانبياء والناموس الى يوحنا كانوا بيعملوا ايه؟ بيتنبؤوا، لغايه لما جاء اللي هو تحقيق النبوه خلاص. يعني في حاجه الرب الفادي اللي فدى وقال قد اكمل، قد اكمل. دي خلاص في حاجه انت بتتحرك من شغل الخلصان بتاع الرب، مش بتتحرك عشان تعمل انت. ما هو لو انا هعمل، لو انا هعمل علشان يحصل حاجه، يبقى انا بقيت في الـ في الـ في الاجره، دخلت في المجهود، دخلت في ان انا بتحركه النهارده اللي انا ده بلغتك انت، يعني اللي احنا بنتحركه النهارده في الملكوت بنتحركه من الشغل الخلصان، مش من الشغل اللي هيخلص. احنا الشغل خلص، زي ما يكون مدير المؤسسه خلص الشغل وكبيدي التنفيذات للشغل الخلصان. لو عملت كده، لو عملت كده، هو هي الموضوع خلصان. بس انت روح وقول الكلمه دي، قول المدير ده، رئيس الاداره ده خلص الموضوع ده، انت بس اعلن ده واعلن ده واعلن ده واعلن ده. في حاجه مختلفه ما بينك تتعامل مع حياتك من خلال وجودك في شغل خلصان للرب. جميع الانبياء والناموس اللي يوحنا تنبأوا لغايه لما قال قد اكمل. فانت مش منتظر شفاء، مش منتظر سلطان، مش منتظر ايمان. عشان كده الايه المشهوره، جميع الذين قبلوه اعطاهم. فاحنا اللي احنا بنتكلم عليه امبارح ده سلطان، ده احنا بس كنا بنحاول ندركه وندرك ابعاده، لانه كل حاجه الرب عملها عميقه جدا، هي بسيطه جدا بس عميقه جدا. عشان كده من اول يوم الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، لان اولاد الله الطبيعي بتاعهم الموضوع خلصان، ليهم سلطان. بس السلطان ده عميق قوي، عشان كده كنا بنحكي فيه او بنحاول ندرك ابعاده بكل بساطه. بالمناسبه مشاركه امبارح كانت بسيطه جدا، اللي خلى كثيرين يبقوا مبسوطين من اجتماع امبارح ان هم اللي صلوا، هم اللي استخدموا، فكانوا مبسوطين قوي. ليه؟ لانه ادركوا انه انا ممكن اتكلم الاحداث، ادركوا السلطان الموجود جواهم ببساطه، وارجو انكم تكملوا فيه ببساطه برضه. ففي حاجة خلصت في المسيح، جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. الآية اللي وراء اللي قبليها بقى، أنا راجع من وراء لقدام، من أيام يوحنا إلى الآن، ولما تقراها في إنجيل لوقا 16، عدد 16، نحطها على الشاشة، لوقا 16:16. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا. من ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد، التعبير هنا مختلف شوية، جميل، بيدي صورة أخرى، يغتصب نفسه إليه. لو أنت كلمة يغصب أو يغتصب نفسه دي عربي مجعلص شوية، نبسطها، بيتحرك بقوة، يعني حتى يعني التعبير في الإنجليزي يقولوا violence، يعني في violent act، في عنف، مش اللي في الشارع، في يعني لأنه الموضوع خلصان، لأن في حاجة حلوة، فهو ما بيقفش، هو بعنف بيتقدم في الملكوت بعنف، لو جاز التعبير بعنف، بقوة، بيغتصب نفسه إلى الملكوت. أنا ليه بقول لك كده؟ لأنه في حاجة محتاج تدركها، إنه الصلوات اللي عملناها امبارح أنت محتاج إنك ما توقفش. ليه؟ لأنه أنت بتتحرك بي 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 لو جاز التعبير بعنف أو بقوة أو بتغتصب نفسك لقدام. كل ما بتزق لنفسك قدام وراء الرب، أنت بتمتلك، أنت بتستمر، أنت بتاخذ، لأن العدو يحب إنك تزق زقة وتقوم ريح. ولو ريحت لأنك بذلت مجهود، لو ريحت لانك بذلت مجهود، يبقى انت كنت بتعمله بالجسد مش من الشغل الخلصان. لو انت عارف ان الشغل الخلصان بس بتزق القدام على حساب الشغل الخلصان، فانت دايما متجدد. اتكلمت بسرعه، ارجع تاني لورا واشوفكم في علامه استفهام.
هرجع تاني مره، لو انا ببذل مجهود وراء الرب اني بصلي بصدق بحارب في حاجات حواليا فبقى يبقى انا برضو بعملها بالجسد شويه او بحته بالجسد فبانهك. حتى لو انهكت في حاجه انا محتاج ارجع للحته اللي انه قد اكمل، انه قد اكمل العمل، انه كل النبوات بكل ما تشمله من حمايه من سلطان من بركه من قياده من مجد من امتداد من استمرار من 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 تاثير في الاحداث من اختراقات روحيه وارضيه في حياتك كلها حصلت. كل النبوات الى يوحنا تنبأوا الاصغر في الملكوت اخظم. ليه؟ لانه الابديه بقت جواه، الماكسيمم بتاع الوعود بقى موجود جواه، فكان بالحري باقي الوعود اللي يوحنا تنبأ عليها. انا عارف بصطدم هنا لاني بشرح الحاجه، بصطدم هنا معقوله يعني للدرجه دي؟ بس هي كده اللي يوحنا تنبأ عليه الاصغر في الملكوت بيدوقه، عشان كده الاصغر في الملكوت اعظم من يوحنا. اللي اشعيا تنبأ عليه الاصغر في الملكوت اعظم من اشعيا، لان الاصغر في الملكوت بيدوق اللي اشعيا تنبأ عليه. يسوع قال، فاكرين انا نزل انبياء كثيرين محفوظات، انبياء كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. عشان كده الأصغر في الملكوت أعظم، لأن الأنبياء كثيرين دول تنبأوا لغاية لما جاء الملكوت. الأصغر في الملكوت بيدوء اللي تنبأوا بيه، فأنبياء كثيرين اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا. هم ما كانوش بيسمعوا، ده الأنبياء شغلتهم أن هم إيه؟ يسمعوا يقولوا. ده شغلتهم الانبياء، بشغلتهم انه يسمعوا يقولوا. ويسوع بيقول لك الانبياء اشتهوا ان يسمعوا. القصه مش ان يسمع كلمات، القصه انه 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 جوارحه كلها بتخش بيتحد بهذا الاله اللي فيه حاجه خلصت في الله، ولانها خلصت في الله الاصغر فيها اعظم من اللي فقط بيسمع وبيقول ان شاء الله هيحصل. لو شعب الرب أدرك أن السلطان بتاعه جاي من شغل خلصان مش إن شاء الله هيخلص. هل في سلام في البلد؟ هل في سلام في يسوع؟ أوكي. هل يسوع أعطانا السلطان أن نطلق سلام؟ هل هنتحرك من شغل خلصان في يسوع أن في سلام، ولا هتحرك من إن شاء الله لو بذلنا مجهود هيبقى في سلام؟ هل في حماية في البلد؟ هل في حماية في يسوع؟ هل هتتحرك من الخوف اللي في الشارع، ولا هتتحرك من الحماية اللي ليك اللي خلصانة مش اللي هتحصل؟ هلو، فاهمين قصدي؟ بس لازم ترشق جوانا. احنا بنتحرك من الشارع، حصل ايه في الشارع؟ من كان حمايه او سلام او بركه او ابواب مفتوحه او ابواب مش مفتوحه او او او, أو. ولا هنتحرك من الشغل اللي خلص في الرب اللي خلصه واللي قال قد اكمل، وتتحرك من خلاله، ولانه من خلاله ملكوت سماوات يغصب. يعني شوفوا هي احدى البارادوكس، يعني انه زي ما يكون حاجتين عكس بعض، مش هو مش عكس بعض، الملكوت عنده الامكانيه يبقى في حاجتين عكس بعض. هي شغل الخلصان بتزق نفسك ليه، مش شغل الخلصان فبتنام على المخده، هو شغل الخلصان فبتزق نفسك ليه. كل واحد يغتصب نفسه اليه، يعني بيزق نفسه في الملكوت، بيرمي نفسه. تعرف انا بكلمك على ايه؟ بكلمك مش انك ترتاح، بكلمك انه شغل خلصان فزق لقدام. الشغل خلصان فبوش، الشغل خلصان في المسيح، لكن الشغل ما خلصش في الارض، الشغل ما خلصش في البلد، الصلاه ما خلصتش للبلد، الزق ما خلصش للبلد، بس انت مش بتزق بقوتك. الشغل خلصان في المسيح فزق بالشغل خلصان لقدام، لان مازال في صلوات محتاجه تخرج للبلد من اجل حسم المعركه الموقعه لسه ما خلصتش في السماويات. بس انا بحاربها من العيان، ولا بحاربها من الشغل الخلصان؟
كان في موقعة امبارح بالليل واحنا بنصلي، في موقعة كانت بتحصل واؤمن انها حسمت حاجة في السماويات. ما اعرفش تاخدين بالكم النهارده ولا لا. واؤمن ان لو وقفنا قلنا هي حصل حاجة النهارده، لا انت بتغتصب نفسك للملكوت، يعني بتزق نفسك لاكتر لقدام اكتر لقدام، مش بالمجهود بتاعك لكن من الشغل الخلصان بتاع الرب. وصلت؟ يعني ممكن اختم كده ونصلي ليه؟ لان القصه بتتحول. عشان كده كنا بنحتفل شويه في الاخر او بنفرح شويه في الاخر، لانه مش القصه، الفرح والمحبه دول، الفرح والمحبه بيسندوا القلب، صح ولا انا مش طبيعي؟ عشان كده في علاقتك مع الرب اوعى تلغي الفرح والمحبه. اصل في قلق في البلد، في قلق في البيت. ما هو لو انت حولت علاقتك الى القلق اللي حاصل حواليك، لعلاقتك مع الرب هيبقى كل حاجه في حياتك مضروبه، فيها قلق، كل في تنشن، في شد عصبي في كل الجهات، في جهاتك مع الرب وفي جهاتك مع العالم وفي جهاتك مع البيت وفي جهاتك مع الشغل وفي جهاتك مع نفسك، بقى كله قلق. عشان كده الناس بتستنزف، الناس بيحصل لها حاجات كثيره. لكن لو في قلق حواليك، لكن في الخط الشخصي ما بين قلبك وما بين الرب، في سندات القلب المربوطه بالمحبه، مربوطه ان علاقتك معاه، انت مش محتاج تتجمل او تعمل حاجه او الحته الشخصيه. في حد كتب كتاب، مش مصري يعني، كتب كتاب عجبني قوي، عنوانه المعنى بتاعه، والمعنى حلو قوي، كل حته بتعريها للرب بيعرف الرب يشفيها. هي جايه من ايه موجوده في سفر التكوين، كانوا عريانان امام الرب ولا ايه، ولا خجلان، انه كل حته اول ما غطوا نفسهم بقوا مكسوفين، اول ما كانوا عريانين قدام الرب كانوا لا خجلان. ليه؟ لما بتعيش بالبساطه التي في المسيح، انه القصه كده هو انت مستخبي فيه المحبه اللي بتجعلك مقبول قدامه، والمحبه الخارجه من قلبك للرب اللي قبلك وقبلني كما انا، بترفع الحمل ده، التنشن ده، الضغط ده، فبتخلي عندك طاقه انك تصلي وتخدم وتسبح، في طاقه متجدده لانه الحب والفرح بيسنده. احنا ايه اللي دخلنا في الحته دي؟ احنا بنقول احنا بنزق لقدام، في حاجه بنزقها لقدام وراء الرب، والزقه دي او يعني مازال الموضوع ما اتحسمش في البلد، ما زال الموضوع ما تحسمش. ولو انت جاي تقول انا مش مشغول بالبلد، انا مشغول بنفسي، وماله؟ انت لما بتحسم امور البلد تحسم امورك، انت لما بتصلي من اجل الاخر انت بتتبارك. كلكم عارفين الايه في ايوب، بقولها كتير قوي، لما صلى ايوب لاجل اصحابه رد رب سبي ايوب نفسه. في حاجة بتحصل لما انت حضرتك وحضرتك واحنا نقف ونقضي وقت، ببقى جوايا بقول يا رب نفسي نعمل اجتماع كده عن المحبة. وكان دايما الإجابة اللي جوايا، لو انت وقفت من اجل البلد المحبة هتنسكب في كل قلب، ما تقلقش. فالقصة اللي بتحصل انه لما بنقف قدام الرب من اجل حاجة وبنستمر فيها وبنخترقها، لان الملكوت يخصب والغاصبون يختطفونه. يعني الملكوت، ملكوت الرب انه يلمس الارض كما في السماء كذلك على الارض، ده بيحصل من خلال الغاصبون، والغاصبون دول مش بدراعهم، الغاصبون دول بالنعمه بتاعت الشغل الخلصان بتاعت الرب، هم بيفضلوا يزقوا بايمان، رافعين ايديهم بايمان، بيعلنوا مؤامره الامم قد تلاشت لان مؤامره الرب تثبت الى الابد. حلوه قوي الترنيمه، جايه في وقتها. تنروح ليوحنا، نجيل يوحنا ناشر. قبل
قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات. كلكم عارفين التعبير اللي دايما بيقولوا على عازر، ما بعرفش غير ان اقوله لما ببقى في انه مرثا مشهوره انها كانت بتخدم، ماريا مشهوره كانت تحت رجلين يسوع، والعازر مشهور انه مات. كان العازر الميت الذي اقامه من الموت، يعني ما بعرفش غير اني في التيار في الاتجاه اللي احنا متحركين فيه. ما هو لعازر ما عملش حاجه، الشغل خلص، الشغل خلصان. حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات فصنعوا له هناك عشاء، كانت مرثا تخدم، اما لعازر فكان احد المتكئين. يعني حتى في القصه دي هو بيعمل ايه؟ مش مثلا فرحان انه قام فبيسرفس مثلا على الناس، فرحان يعني مات وقام، يعني بيحط بلالين في السقف اي حاجه. لعازر قاعد، اما لعازر فكان احد المتكئين معه. كلكم عارفين بقى القصه، اخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحه الطيب. بص انا هبص على ثلاث حاجات او حاجات بسيطه بنزق فيها وهنصلي. اول حاجه احنا بنزق قدامه في المحبه، لان الشغل خلصان، فالعلاقه ما بيننا وما بينه هي علاقه محبه. والمحبه في بعض الاحيان لو انت طبيعي زي ما بيبقاش طول الوقت ليك نفس انك تحب في ربنا. الجمله منظرها بايخ مش كده؟ انا مش بتكلم انه روحك بتحبه، انا بتكلم ان القشره البرانيه دي صح ولا انا بتبصوا لي كان انا شرير؟ اوكي انزل وانتوا وعظوا مفيش مشكله، انا عايز اكون صادق معاكم يعني. بس خلوا بالكم، هو ده اللي بيخلي الحب ليه قيمه. لو الحب ملوش ثمن ملوش قيمه، لو الحب رخيص ما بقاش اسمه حب، يبقى اسمه اي حاجه تاني. لكن المحبه فيها تكلفه، والتكلفه على حساب القشره، على حساب انه ما لقيش نفسي اصلي النهارده، ما لقيش نفسي، ما فيش نشاط ان انا اقول له بحبك او اقعد في الحته اللي فيها حب واستقبل حب. مش 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 الخطوط بتاعتي مش شغاله في الحته دي، مش شغاله في حته ان اقول له كده. بس لو انت زقيت نفسك، لو جاز التعبير اغتصبت نفسك، غصبوا انفسهم الى الملكوت. مريم الذبيحه اللي عملتها هنا كانت مكلفه، ده طيب ناردين خالص كثير الثمن. في حاجه في تكلفه في المحبه، وغسلت رجليه بيها. عشان كده كلكم عارفين القصه، يهوذا قال ايه الاتلاف ده؟ يعني حاجه غاليه قوي تترمي عند رجلين يسوع، ايه ده؟ ليه؟ لانه تكلفه، ومنظرها كانها راحت الارض، منظرها كانها راحت الارض. بس كلكم عارفين، يعني مش عايز اوعظ بقى وعظات المعتاد، ده كان الحاجه الغاليه بتاعتها اللي مخليها لارتباطها، ومش عايز اوعظ الوعظه انه يسوع رد عليه قال له ده عمل ده لتكفيني. كلكم عارفين القصص دي، بس اللي انا بحكي عليه هو المحبه اللي على حساب الانا، محبه على حساب انا حاسس ولا مش حاسس، محبه اللي بقدم حب للرب وعبادتي للرب، بس فيها لو جاز التعبير تكلفه، بس التكلفه هي انا. الصلاه الميل الثاني من الصلاه بس على حساب التكلفه اللي هي انا، فقدمت الحاجه اللي فيها تكلفه. لانه خليني اقول لك، الحب اللي فيه تكلفه بيستقبل من قلب الله بطريقه غير عاديه. يعني فاكرين الايات اللي في العهد القديم لما قال هذا الشعب يعبدني بشفتيه فقط اما قلبه ما بتعد عني؟ ليه؟ فبيقول له بحبك، بيقول، بس القلب في حته ثاني، فقال ده رخيص الكلام ده. فاهمين؟ في ايه بس انا باخدها بره السياق بتاعها، كيف تقول احبك وقلبك مبتعد عني؟ دي حاجه حقيقيه. زي لو الكلام
الكلام فقط لكن القلب في حتة تاني ده رخيص، لكن لو القلب دخل ورا الكلمة على حساب الطبيعي بتاعنا ورب يراه، على حساب الطبيعي بتاعي، على حساب أنا حاسس أو مش حاسس في المود ولا مش في المود لو جاز التعبير، لكن بقدم حب للخالق لأنه هو الخالق، فأخذت أغلى حاجة عندها ودهنت بيه رجليها، دهنت بيها رجليه، والقاعدين قالوا ده إتلاف. في الحته دي الرب بص دي حاجه غاليه جدا، دي حاجه اعمق من اللي بيحصل كل مره حضرتك وحضرتك وانا بنقف قدامه على حساب انا حاسس ايه. الرب بيراها غاليه جدا وبيتدخل بحضوره بملائكته بنعمته، بيتدخل بغير بطريقه غير عاديه لانه هو الرب. وده انا اشجعك عليه، اشجعك انك تعمل اللي انت مش حاسه ورا الرب، بس تعمله بايمان ان الرب خلص الشغل. تعمل حاجه اللي انت مش حاسسك عايز تعملها، مش حاسسك، مش بكلم بس تجاه الرب وتجاه اخرين، تجاه ناس في حواليك، تجاه ناس ما بتحبهمش، انك تحب في اتجاه اللي انت مش حاسه او اللي انت مش حبه او بس عشان الرب، للرب. اغلى حاجه عندها ودهنت قدميه بيها. في حاجة قوية بتحصل لو انت قدمت للرب حاجة على حساب تكلفة، لو قدمت للرب حاجة فيها تكلفة، الرب بملائكته وبحضوره بيمسكهم عشان يقف لك ولا يضيع أجرك أبدا، أدى لغاية اليوم تكفيني قد حفظته. ده في قصة ثانية قال سيكرز بالعملته هذه السيدة لغاية لما يجي في المجيء الثاني. يعني العملته ده أبدي، عملت حاجة لها تأثير أو صدى أبدي. لما بتعمل حاجة بقوة الطبيعي، فاكرين الآيات اللي قالها يسوع، لو أنت بتحب اللي بيحبوك فأي فضلك، لو أنت بتدي اللي هيردوا لك فأنت ما عملتش حاجة، لو أنت بتعبد على حساب الأنا أو على حساب أنت حاسس أو مش حاسس أو شايف أو مش شايف، لو أنت بتقدم ده للرب، حضور الرب اللي بينسكب بيخلي اللي انت عملته ده برغم بساطته له صدى ابدي. لو انت عملت الطبيعي اللي هو الجو حلو فبتقول له بحبك، اوكي تاثيره للحظه. لو انت عايز حاجه تاثيرها يمتد بصدى له ريبل افكتس، له موجه ورا موجه ورا موجه ابديه، بتعمل حاجه لو جاز التعبير لها تكلفه. التكلفة هي أنا في المزاج ولا مش في المزاج. أنا عايز بعد ما نخلص الكلمة دي أقف وأرفع إيدي أقوله بحبك ولا مش حاسس كده، أنا حاسس أنا عايز أخرج أكل شيبس. مفيش حاجة غلط في الشيبس، مفيش حاجة غلط إنك تخرج تأكل شيبس، بس في حاجة حلوة قوي لو أنت على حساب ده قررت إنك تدي وقتك قدامه تقول له بحبك. حد فاهم حاجة؟ دي البساطة اللي بتعمل تأثير أبدي للصلوة. فالعملته هذه المرة قال ده هيتقال عنها لغاية لما أجي. ليه؟ لأنها عملت حاجة لها تكلفة. على نفس السياق عشان خلص الوعظ كده، عبرانيين آية تانية مشهورة، عبرانيين 13 عدد 14، عبرانيين 13 14 ليس لنا هنا مدينة باقية. أول ما بتدرك إن المملكة بتاعتك مش من هنا بتاخد سلطان على هنا. ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة لأن دي مؤقتة، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة تسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. فهنا بوضوح بيقولك أن التسبيح ذبيح، إذن القصة مرة تاني فيها تكلفة.
والتكلفه هنا فيها بعد العيان، انا شايف ايه اللي بيحصل، لكن بقدم ذبيحه فيها تكلفه، بسبحه وبحمده برفعه، ودي ذبيحه بقدمها والرب يراها ذبيحه تسبيح. ولما بتقدم تسبيحك للرب ثمر شفاء معترفه باسمه، بس لو جالس عميل عن تكلفه بيحصل ليها نتائج برضو أبدية، لأنه لما سبحوا سقطت الأسوار، لما سبحوا في السجن اهتزت أساسات السجن وانفكت قيود الجميع. أتاري لما بتقدم ذبيحة، لما قدموا ذبيحة في السجن في أعمال 16 ده كان ذبيحة، لأن ده ما كانش جو لذيذ لتقديم ذبيحة، أو سوري ما كانش جو لذيذ لتقديم تسبيح، لكن هم عملوا ذبيحة. فهمتوا قصدي؟ فالتسبيح ده كان مكلف. بصوا ده جزء من البارادوكس برضو، الحاجات العكس بعض. الشغل خلصان بس لازم تدفع التكلفة. التكلفة مش انك بتطلع من جيبك او من جسدك، التكلفة انك بتيجي على حساب المود او المزاج او الاجواء اللي حواليك، وتصدق في الشغل خلصان وتتحرك منه. وده التحدي، تتحرك من الشغل خلصان وتقدم حب او تسبيح على حساب اللي حوالي اللي انت حاسه اللي انت عايش فيه، لان اللي انت حاسه اللي انت عايش فيه لسه الشغل فيه ما خلصش. اللي احنا عايشينه وحاسين بيه الشغل فيه ما خلصش، الملكوت الموجود جوه روحك الشغل فيه خلص. فانت هو دي الذبيحه، هو دي التكلفه، انك بتقدم من حاجة خلصانة برغم اللي انت حاسه واللي حواليك لسه ما خلصش. يعني انا لو جاز التعبير، انا دايق طعم مر، بس انا بتحرك مش على الطعم المر، انا بتحرك على الطعم الحلو اللي جوايا، فيتغير الطعم المر. هنا تكلفة، انا مش دايق طعم حلو وبقول له بحبك لاني دايق طعم حلو، لا، لو جاز التعبير انا دايق طعم مر، بس انا مدرك ان كل حاجه خلصت وفي طعم حلو جوايا، فبسبح الرب بالطعم الحلو اللي جوايا على حساب الطعم المر اللي في بقي. تقول لي جبت التعبير ده من فين؟ اقول لك جبته من ارميا ومن حزقيال. لما اكلوا الدرج كان طعمه مر في بقهم، كان طعمه حلو جواهم. بارادوكس، بس ميكس مش دونت ميكس. لان الملكوت بيجمع التناقضات لو جاز التعبير. فالطعم حلو جواك لان الشغل خلص، حتى لو الطعم مر، والذبيحه او التكلفه انك بتتحرك بتصديقك للطعم الحلو اللي جواك على حساب الطعم المر اللي في بقك. ولما الرب يراك بتتحرك بالطريقه دي، بيرى دي ذبيحة مكلفة، ده ليه معنى، ده مش بيكلم من بقه بس. واللي ما بيتكلمش من بقه بس، أو بيصلي من بقه بس، أو بيخدم من بقه بس، أو بيبقى تأثير اللي بيعمله أبدي. ليه؟ لأنه مش من القشرة البرانية، لكن بيعمله من الروح الداخلي. لأنه بيعمله من الروح الداخلي بيجد تأثيرات ملهاش إكسبايري، ملهاش تاريخ صلاحية، ما بتوقفش. أمين؟ آخر نقطة. أفسس، رسالة أفسس. أفسس 4. القصة كلها جاية من البساطة في المسيح، إن في حاجة خلصت في الرب، ولأن حاجة خلصت في الرب جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، وفي حاجة خلصت في الأصغر في الملكوت ده أعظم من يوحنا، لأنه بيذوق اللي هما كانوا بيتكلموا عنه. أفس 4، أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق لإيه؟ دي اللي أنا المعنى اللي هنختم بيه. حق إيه؟ للدعوة التي دعيتهم بها. وده أنا عايز أصلي ليه، وحنصلي مع بعض في الآخر المحتاجين صلاة شخصي بوضع يد، ده لكن حصلي ليه، حصلي للدعوة والإرسالية في حياة أي حد محتاج صلاة النهاردة.
اوكي، فالصلاه بوضع اليد هتكون موجهه في الاتجاه ده، الصلاه العامه هتبقى برده للبلد وهنحكي كده، لكن الصلاه بوضع يد هتبقى في الاتجاه ده. تقول انا جاي عشان الشفاء، اقول لك حصلي من اجل الدعوه والارساليه على حياتك فتخف. انا جاي علشان مش عارف ايه، جنبي بيوجع، اي حاجه. فلان الشغل خلصان، لان الشغل خلص في المسيح يسوع، انت بتتحرك من شغل خلصان، فبتقدم حب، وبتقدم حب له تكلفه، تقدم تسبيح على حساب العيان، وبتقدم دعوه، بتسلك في الدعوه التي دعيت ليها. لان يعني ما فيش حد هنا، ما فيش بلان، ما فيش خطه، ما فيش افكار من الرب على حياته، والافكار دي افكار نجاح، افكار مجد، افكار جميله، افكار ارساليه، افكار قصد، افكار ان هو يبص من عينيك ويتكلم من بقك ويلمس من ايديك. ومش بس كده، ده معناه ان هو جواك بيتحرك لبره، لكن مش بس كده، كمان هو براك وانت جواه، فبتشوف الامور من عينيه وبتتحرك من ايديه وبتخطو من خطواته، فهو جواك وحواليك. وان في البعد ده او في الصوره دي في ارساليه لكل حاجه بتعملها، ودي ما بتقفلش، ما بتروحش، يعني مش بتعمل كده في الاجتماع. لو بتعمل كده في الاجتماع فاي فضل لك، انت موجود في الاجتماع. لكن القصه اللي بتعمله في الشارع، القصه بتعمله مع 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 مش عارف يعني اتكلم بوضوح اكتر. يعني خليني اقول حاجه، هل انت قادر، هل انت حابب، هل انت مستعد انك تبتسم وتحب وتبقى فري تماما مع حد بدأنا طويلة النهاردة؟ من فضلك لازم تكون كده، لازم تكون كده. ليه؟ لأن ده جزء من الإرسالية. القصة مش القصة، يعني أنا أتكلم ببساطة، أوكي، قصة ببساطة، القصة أنك أنت في دعوة دعيت ليها، والدعوة اللي دعيت ليها هي حب، هي بسيطة جدا، هي محبة الله اللي بتملاك ما بينك وما بينه. بس ده مش تستمتع وتروح، ده في حاجة بتخرج منك لكل حد حواليك، ده في حاجة بتتكسر في الجو لما أنت بتعمل كده، وأنت بتبارك وبيبان على سلامك وبيبان على عينيك وبيبان على، يعني في شهادات كتيرة بتحصل إنه الطريقة اللي بتسلم عليا بيها، حد قال كده لحد، الطريقة اللي بتسلم عليا بيها بتخضني. لأن الشخص بيسلم على شخص زي كده بيبان شكلي، بيبان وشي، بيبان ابتسامتي، بيبان أنا مرحب إني أسلم ولا بيبان. والطريقة اللي بتسلم بيها ممكن تخض حد، كان التعبير كده، الطريقة اللي بتسلم بيها بتخضني. دي حاجة كويسة، عايز تخده؟ أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع وداعة طول أنا محتملين بعضكم بعض في المحبة. في حاجة، إنه في أفكار، في قصد، في مشيئة، والرب عايز يخرج من عينيك ويتكلم من بقك ويلبس من إيديك، عايز يملاك وعايزك تتغطس فيه، تتعمد فيه، بحيث إنك تبص للحياة من عينيه ومن إيديه ومن رجليه. في حاجة بتختلف خالص في الديناميكية بتحصل لما تدرك إن في قصد وفي دعوة على حياتك، وانت مش موجود في البلد دي في الوقت ده عشان تمر بظروف وتحاول تصلي وتصدق فقط عشان انت تبقى كويس او البلد تبقى كويسة. هو التارجت في الاخر ان نعيش حياة هادئة؟ ما ممكن يكون بنصلي عشان نعيش حياة هادئة في البلد، وده حاجة كويسة منظرها. يعني عارفين الايات اللي في تيموثاوس نقراها؟ تيموثاوس الأولى إصحاح 2، أطلب أول كل شيء
أن تقام طلبات صلوات ابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة. أهو حاجة حلوة قوي. ليه؟ لا لسه. لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن الجميع الناس إيه؟ يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فالقصة مش إن إحنا بنصلي للبلد عشان نعيش حياة كويسة أو نعيش حياة هادئة أو يحصل سلام في البلد، لا، إحنا بنصلي للبلد من أجل الدعوة اللي على حياتنا، إحنا نطلق حب الرب للناس. لأنه يريد أن الجميع يخلصون. فالهدف مش عشان نعيش كويس بس في بلد مضطربة، لا، الهدف إن الدعوة اللي على حياتك تخرج، القصد الإلهي، الصورة الكاملة الجميلة بتاعت الرب على حياتك إنها تخرج. فانت مش منشن لحته صغيره ان بس الدنيا تبقى كويسه كده ومستوره. انت منشن ان الدعوه بتاعتك تكمل. عشان مش هخش في قصص، ما يعني لو القصه اللي تعيش مستوره، طب ما تعيش في اي حته. لكن القصه ان في دعوه على حياتك بتخليك بتصلي من اجل السلام، وبتصلي من اجل ما هو اطلب اليكم ان تسلكوا كما حق للدعوه التي دعيتم ليها، ان في قصد وفي ارساليه على حياتك، وانا بس بحول الشفت بتاعك ليها النهارده في اخر اجتماع، انك تتذكر ان في ارساليه على حياتك للبلد. انت مش موجود فقط عشان تصلي، انت موجود كمان عشان تعيش الدعوه اللي رب دعاك ليها، انك تكون بتمثل محبته، بتمثل حضوره، بتمثل سلامه، بتمثل لمساته وشفاءاته في لكل حد بتلمسه. مش شرط تتكلم، مش شرط تتكلم، خضوا الناس بمحبتكم زي ما الراجل ده قال. ليه؟ لان في حاجه بتحصل من كل سلام، من كل، في حاجه مختلفه بتحصل لو سلكت كما يحق للدعوه اللي دعيت ليها. فملكوت سماوات يخصب، انا ملكوت سماوات يخصب والغاصبون يختطفون، والاصغر في الملكوت بيستمتع بالشغل الخلصان اللي تنبأوا عنه انبياء، بس هو في المسيح في الملكوت خلص. فاحنا بنصلي من شغل الخلصان، بنزق القدام من شغل الخلصان، لسه شغل في البلد ما خلصش، هنزق مع بعض. بس بذكرك انه كل تسبيح وكل حب له تكلفة بيأتي بتأثيرات أبدية على البلد، وكل دعوة والقصد في الآخر إن في دعوة على حياتك، في قصد على حياتنا. مش موجودين هنا في البلد علشان أهو اتولدنا في البلد دي لا، في صورة جميلة جدا زي الصور الموجودة في ورا دي، في صورة جميلة جدا في قلب الرب لحياتك ولحياتك ولحياتنا. ورب يقول لك أنا أطلب إنك تعيش كما الصورة الجميلة اللي الخالق رسمها ليك. فدي صلوة من الصلوات اللي نفسي صليها النهاردة، يا رب أنا عايز أعيش الصورة اللي أنت الصانع عملها للجهاز ده، الخالق عملها للمخلوق ده، عايز أعيش الصورة الجميلة دي. أمين. تعال نغمض عينينا ونصلي.